كما تفضلت اتصالا بالحوار الذي تم فيما بيني وبين معالي الوزير وصباح اليوم مع فخامة الرئيس ومعالي الوزير، فاستغرق الحديث وقت طويل فيما يتعلق بالأزمة الحالية والاهتمام المشترك بتخفيض حدة التوتر ومنع انزلاق المنطقة إلى ما هو أبعد وتوسيع رقعة الصراع. فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، بالأمس عقد اجتماع بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج في عمان، وصدر عنه بيان متوازن يراعي أهمية تخفيض حدة التوتر ومراعاة أيضا القواعد القانون الدولي والإنساني اتصالا باستهداف المدنيين وتقدير لأنه الوضع الحالي في غزة لابد من التعامل معه وتوفير المساعدات الإنسانية ومراعاة الواقع والأضرار التي تلحق بالمدنيين الأبرياء الفلسطينيين في قطاع غزة. سوف نستمر في العمل مع شركائنا لتزكية هذه المبادئ الهامة وأيضا احتواء الأزمة بكل الوسائل. اتصالاتنا جارية مع طرفي الصراع للوصول إلى هذا الهدف، وبالتأكيد أنه كلما علت أصوات المجتمع الدولي سوف يكون لها تأثير ونستطيع أن نستعيد قدر من الاستقرار والهدوء والمنطقة. خلال الزيارات المختلفة اللي قمتم بها للقاهرة خلال العام الحالي واللقاءات والاتصالات المتكررة مع السيد وزير الخارجية، بالتأكيد كان ملف التعاون في ملف الهجرة مطروح بقوة خلال أي مباحثات. خلال مباحثات اليوم، هل تم التطرق لمقترحات محددة لتعزيز التعاون في هذا المجال؟ وما هو الدعم الذي يمكن أن تقدمه إيطاليا لصديقتها مصر في إطار تقاسم الأعباء، خاصة أن القاهرة نجحت في منع الهجرة غير الشرعية من حدودها خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى أنها تستضيف حوالي 9 مليون لاجئ ومهاجر على أرضها؟ البيان المشترك أو التصريح المشترك الذي هو رسالة واضحة للتعاون التي لم تبدأ فقط اليوم ولكن بدأت أو كانت موجودة بالفعل من قبل، ويجب أن نعمل معا من الجانب على كل الأصعدة وأيضا في تبادل المعلومات وفي الإجراءات، في التعاون في كل الإجراءات، لأنه مواجهة مشتركة لحل المشكلات التي تواجه الجانبين وأيضا إيجاد الحلول وأيضا الوضع الاستقرار والسلام أيضا يؤدي إلى حل هذه الأزمة. فإذا في سوريا وفي غيرها من الأماكن إذا كان هناك استقرار في وبعض الأماكن في القارة الأفريقية، لأن الحرب في السودان وغيرها من الدول أدت إلى هروب الكثيرين من المواطنين إلى دول أخرى، لذلك يجب نعمل معا على احلال السلام في كل المناطق، ونحن يمكن أن نعمل يدا بيد مع مصر. شكرا. مساء الخير سعيد معالي الوزير سامح شكري. يعني شاهدنا في الفترة اللي فاتت منذ بداية الأحداث في غزة تحركات وعنف متزايد، وشاهدنا أيضا تحركات للقاهرة في أكثر من مجال واتصالاتها إقليميا ودوليا. يمكن تقييم سيادتك لهذا الدور، ماذا سينتهي فيه فيما يتعلق بوقف العنف، الدور المصري في وقف العنف، وأيضا المتوقع من اجتماع وزراء الخارجية العربي؟ كما هو مشاهد فالحقيقة أنه الأمور بتتطور بشكل سريع، ويستمر حالة من التصعيد في الأعمال العسكرية والتأثير البالغ على قطاع عريض من المدنيين في قطاع غزة. أشقائنا الفلسطينيين بيعانوا في الوقت الراهن من انعدام وجود الخدمات الأساسية، من قصف مستمر ومن استهداف لمواقع
مدنية وأحياء سكنية، ولكن هذا لم يجعلنا نتهاون في استمرار تكثيف تواصلنا مع الطرفين وأيضا مع شركائنا في المجتمع الدولي، الدول الأوروبية، الأمم المتحدة، الولايات المتحدة، للتأكيد على أهمية احتواء الأزمة ومراعاة الأضرار الإنسانية الواقعة على المدنيين من هذه الأزمة. هنستمر في ذلك، أكيد أنه كلما كانت أصوات المجتمع الدولي متوافقة على السير لتحقيق هذا الانفراج يكون له واقعه، ونأمل أن يأتي بأثر في تهدئة الأمور. الجامعة العربية عندما تجتمع أيضا لإبداء موقف عربي موحد داعم للقضية الفلسطينية، ولكن أيضا مؤكد على ضرورة التعامل مع القضية الإنسانية المرتبطة بالمدنيين في غزة بشكل متسق مع القوانين الدولية، القانون الدولي الإنساني، والعمل والمطالبة باستعادة مجال لتحقيق السلام وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس مبدأ الدولتين. أكيد أنه هذا هو هدف مستقر، ولكن في الوقت الراهن التركيز لابد أن ينصب على الوضع الحالي وإعفاء الشعب الفلسطيني في غزة من الأضرار اللاحقة به نظرا لهذه الأعمال العسكرية. ستيفان أنسا، تفضل. سؤالي لسعادة الوزير المصري: الأزمة وهجوم حماس على إسرائيل أدى إلى زيادة أعداد اللاجئين نحو الجنوب ونحو مصر، فهل كانت هناك رغبة في استضافة هؤلاء اللاجئين من غزة، وماذا يمكن أن يكون الحل إذا كان هناك قلق من هؤلاء اللاجئين والتي قد تؤدي أيضا إلى الأعداد أو الموجات التي تهاجر بهجرة غير شرعية إلى أوروبا، وكيف يمكن أن تحل هذه المشكلة إقليميا؟ بالتأكيد أن عدم الاستقرار سيكورامنتي لنستابيليتا الكونفليتو أيوتا aumentare gli influssi di migratori di الخروج خارج نطاق الخطر لأماكن آمنة. فيما يتعلق بالأوضاع الحالية فهناك حصار والمنافذ الإسرائيلية مغلقة تماما أمام المواطنين في غزة. مصر حرصت على استمرار فتح معبر رفح لتوفير المساعدات الإنسانية، سواء كانت في أغذية أو مواد طبية، وسوف تستمر في توفير كل الدعم الإنساني والأشقاء الفلسطينيين. لكن عدم الاستقرار في المنطقة وتوسيع رقعة الصراع كما تفضلت بالتأكيد هي تشجع على مزيد من الهجرة ومزيد من اللجوء إلى مناطق آمنة، بالتأكيد منها أوروبا دائما مركز جذب. مصر قامت بدورها على مدى السنوات الماضية منذ 2016 بمنع أي خروج للهجرة غير الشرعية من أراضيها، وتستمر على أساس مبدأ تقديرها لأهمية هذه القضية بالنسبة لشركائها، وتتحمل عبء كبير في ذلك دون الحصول على دعم كافي من شركائها الأوروبيين. وبالتالي تحدثنا مع معالي الوزير في هذا الشأن، وأتصور أنه يقدر ما تتحمله مصر من أعباء
وأهمية أن ينظر الاتحاد الأوروبي بشكل فيه إيجابية أكبر لتوفير الدعم لمصر حتى تستطيع الاستمرار في هذه السياسة.